disciplinaire. Pas seulement multi. التحولات الموجودة العالمية اليوم المتسارعة والمتسارعة جدا فرضت نمط استهلاك جديد على مجتمعنا الذي كان يتسم في نمط استهلاكه بثقافة استهلاكية عالية المستوى في أوقات ماضية. للأسف تغيرت وتأثرت بهذا التحول التكنولوجي وأصبحنا اليوم يعني تحت عرضة هذا التحول. في إطار أهدافنا لضمان الأمن الصحي نحن مجتمعون هنا مع مختلف الخبراء المحاضرين لتنشيط جلسات هادفة إلى أولا تسليط الضوء على النمط الغذائي الحالي للجزائر وذلك بعد استقصاء سونداج وطني منجز من طرف الوكالة وبفضل المشاركة القطاعية المتعددة الأطراف تعزيز الوعي بأسباب ونتائج العادات الغذائية غير صحية وتشجيعهم على اتخاذ سلوك وقائي تقيهم استباقيا دانتيسيباسيون من الأمراض ذات مصدر غذائي كالسرطان والسكري وأمراض القلب وضغط الدم وإلى آخره. المنظمة العالمية للصحة وعلى لساني تهنئ الجزائر على التزامها الدائم على أعلى مستوى لتجسيدها الفعال المخطط الوطني متعدد القطاعات لمواجهة عوامل الخطر 2015-2019 وعلى وجه الخصوص المجهودات المبذولة هذه السنة من أجل تجسيده وتقييم نتائجه على أرض الواقع.